هو الحقيقه احنا قابلنا منتخب الكونغو الديمقراطيه كتير في مباريات كتير في بطولات مختلفه، لكن كلمنا المره دي بقى في البطوله الحاليه نقاط الضعف والقوه عند منتخب الكونغو الديمقراطيه. لا الكونغو يعني الكونغو احنا قابلناها كتير جدا وفوزنا عليها كتير جدا، ومن كان بتبقى بالنسبه لنا مباريات سهله جدا، لكن المره دي الكونغو فريق بيلعب بقوه بدنيه عاليه، عنده يعني سيطره على الكوره، وايضا اندفاعات هجوميه، عنده اجنحه سريعه تقدر بتتحول من حاله الدفاع للهجوم بشكل جيد جدا. احنا شفناها مع المغرب رغم تقدم المغرب 1-0 عليها، لكن استطاعت الشوط الثاني ان هي تضغط المغرب وترجعها لمنطقه ال 18، ثم استمرت في الهجمات وتنوع الهجمات. هم بينقلوا كوره بشكل جيد جدا على الارض، لكن عندهم سيارات دفاعيه في حاله التحول الهجومي من مباراه، يعني التحول الهجومي للمنتخب المصري لو هو في فيتوريا طبعا هيلعب بنفس الطريقه وهيتخلى عن طريقته اللي هي لعبه الكره الهجوميه بمعنى اصح، فهو مضطر ان هو يلعب بثلاث يعني ثلاث لعيبه في تحت مصطفى محمد يتمتعون بالسرعه الكافيه، يعني زي تريزيجيه من الناحيه الشمال، مصطفى فتحي من الناحيه اليمين. طيب الثغرات الدفاعيه اللي عندنا يا فندم عشان يستغل ثغرات الدفاع بتاع الكونغو ديمقراطي. استاذ طارق، الثغرات الدفاعيه احنا ممكن نعديها ازاي ونعالجها ازاي في الماتش اللي جاي؟ الثغرات اللي عندنا يبقى لابد ان هو اللعيبه تركز كويس جدا في الناحيه الذهنيه، يعني هم لازم يكون في تفاهم خاصه بين اللعيبه الاثنين الارتكاز اللي هو احمد حجازي ومحمد عبد المنعم، كمان لابد من مساعده محمد حمدي في الناحيه الشمال ومحمد هاني في الناحيه اليمين. هنا بتيجي الادوار الدفاعيه لخط النص، لعيبه خط النص ولاعيبه ايضا الارتكاز، يعني على امام على مروان عطيه لو هو لاعب ان هو يساعد كتير جدا من ناحيه محمد حمدي، كذلك بتبقى في ادوار دفاعيه للاعيبي الهجوم اللي هم الثلاثه اللي تحت راس الحربة. احيانا بنشوف مصطفى محمد بيرجع يساعد في الدفاع، لكن علينا ان احنا نركز تركيز كبير جدا خاصه في حاله الاختراقات من العمق، ان احنا ما نديش فرصه للاعب ان هو يسيطر على الكوره في منطقه 18، ان هو يلف او يشوط من منطقه 18. كمان الكرات العرضيه بتعمل عندنا مشكله خاصة في حالة لما يكون عندهم لاعب طويل أو لاعب بيعمل جامب عالي، فبالتالي دي ثغرات لابد إن اللعيبة كلها تساعد بعض خاصة في التحول العكسي أو إن هو يدافع دفاع عكسي، فبالتالي يقدر يسد الثغرات اللي هي موجودة دلوقتي. وأعتقد فيتوريا بيشتغل على هذه الثغرة أو الأخطاء اللي بتحصل من الدفاع، لأن هي بتبقى هفوات. يعني انا عايز اقول لك ان دفاع مصر خط الدفاع بتاع مصر دفاع قوي، رغم ان البعض بيرى ان في 6 اهداف احرزوا فيه، لكن انا شايف ان هو الهفوات اللي بتيجي من المدافعين هي اللي بتخلي الاجوان تيجي، ودي بتبقى لحظه سرحان وليس وعدم تركيز وليس اخطاء متعمده، فبالتالي الدفاع عندنا دفاع مميز، عندنا لعيبه مميزه، حتى لو كان البعض بيرى ان احمد حجازي بيخطئ، لكن دايما بتعتمد على الاسماء الكبيره اللي هي لها خبرات اكثر في وضع في خط الدفاع عشان تقدر تشيل المسؤوليه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ طارق رمضان الناقد الرياضي، ونتمنى طبعا التوفيق لمنتخبنا دايما.